يشرفني مشاركتكم اليوم معنا حفل انطلاق أعمال فريق الصدارة الموريتانية الأمريكية الذي ننتظر أن يمثل إطارا مؤسسيا لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. ذلكم التعاون الذي بدأ باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية المبكر باستقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهو الاعتراف الذي نثمنه ونقدره. وقد حصل أيام الرئيس المؤسس المختار دادا ورئيس الولايات المتحدة آنذاك دوايت آيزنهاور. وأنتم لا شك تدركون أننا كممثلين للشعب قادرون على لعب دور يوازي ويكمل المهمة الدبلوماسية التقليدية في التواصل بين الشعوب والدول. بالنظر للفرص الكبيرة التي أصبحت تتيحها الدبلوماسية البرلمانية في العالم اليوم، خصوصا في الدول الديمقراطية، علاوة على محورية العمل البرلماني المتمثل في تغيير السياسات العمومية ورقابة العمل الحكومي وسن القوانين بما في ذلك المصادقة على اتفاقيات الثنائية والدولية. ومن هنا فإننا نتطلع إلى ترسيخ التعاون القائم بين بلادنا والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات عديدة، كتعزيز القيم الديمقراطية والحكامة الرشيدة وثقافة المحاسبة ومواجهة الإرهاب وتعزيز السلم ومجالات التنمية المختلفة. وفي عالم اليوم تحتل العلاقات التجارية والاقتصادية دورا أساسيا في تقارب الشعوب، وقد لوحظ أخيرا اهتمام متزايد للشركات الأمريكية بموريتانيا خاصة العاملة منها في مجال البترول والغاز، ونحن نشجع ذلك ونطلع إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة خدمة للمصالح بلدينا الصديقين. السيد الرئيس، معالي الوزير صاحب السعادة، سيداتي سادتي، إن موقع موريتانيا الجيوسياسي المتميز والمكانة التي تحتلها داخل الإقليم ومقدراتها الطبيعية والبشرية كلها عوامل تؤهلها لإمكانية تطوير تجربتها في المجالات المختلفة بالتعاون مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. لذا فإنني أعلن باسم زملائي في هذا الفريق استعدادنا للتعاطي الإيجابي مع كل مجهود من ورائنا في الكونغرس الأمريكي يهدف لمد الجسور والتواصل بين بلدينا الصديقين، وعزمنا بالتعاون مع حكومتي بلدينا على تذييل كل الصعاب التي قد تتعرض السبيل لها.